هي الحصاوي اللي بالحرم؟ الحصاوي خلينا عشان نقرب الصورة نأخذ من تسمية جرول. جرول هي نسبة الحصى الصغيرة التي كانت تتساقط من الجبال فتأتي منطقة جراولة، أحجار شوية كبيرة. لو أخذنا بهذا التصور اللي هي الأحجار الصغيرة اللي هي أقرب ما تكون زي الأحجار اللي كانت ترجم على عند الجمرات، كانت تفرش بأماكن صحن الحرم، فكان هذه كانت حصوة نسبة جمع حصوة حصاوي، فيقول هي المصليات هي المصليات، وكانت طبعا كانت متعبة حقيقة، ما حد كان أحد يقدر يصلي عليها. نعم. كان يحطوا عليها طبعا السجاد ويفرشوها وبشكل جمالي، يمكن هذه تدخل من ضمن العادات بعدين نتكلم عنها كيف كانت عادات أهل مكة في الاهتمام بعملية فرشهم في داخل ساحة المسجد الحرام.